الاول اتشرف بحضرتك. انا محمد عزمي، رئيس اتحاد الموج العام، محامي وعضو تنسيقيه قافله العوده الموجيه. تمام. دلوقتي في ناس كتير مش قادرة تفهم ايه تفاصيل مشكلة النوبة وحق العودة، فبنفضل حضرتك في دقيقة اشرح للناس دي ايه المشكلة بالظبط. النوبة اربع هجرات كان اسبابها تنمية مصر، ثلاث هجرات بسبب خزان اسوان، وهجرة بسبب السد العالي. النوبة دايما كانت بتضحي عشان خاطر الوطن اللي هي منه واللي هي بتنتمي ليه. في الوقت الحالي احنا بنطالب بعد استقرار منسوب المياه في البحيرة بان احنا نرجع وطننا مرة تانية وناخد حقوقنا كاملة. هو ده موضوع النوبة كله. السؤال الثاني لحضرتك، ايه اللي فجر مشكلة النوبة الاخيرة؟ يعني ايه اللي حصل بالظبط خلى الكلام يرجع تاني على حق العودة للموطن الاصلي لاهالينا في النوبة؟ واحنا طبيعي مش ناسيين حق العودة طول الوقت، بس اللي حصل المرة دي ان فوجئنا بطرح الدولة 110 الف فدان في منطقة توشكا فرجوندي تابعة لمشروع الريف المصري على اراضي نوبية، ودي كانت تعتبر اول حالة لطرح اراضي نوبية للبيع. فوقفنا عشان نقول ان ده مخالف للدستور، في استحقاق نوبي دستوري وفقا للماده 236 الدستوريه اللي هي بتقول ان اهالي النوبه يرجعوا اماكنهم الاصليه خلال 10 سنوات. وهل لما انتوا جمعتوا بعض ورحتوا في الميكروباصات علشان حق العوده وتتمكنوا من اراضيكم تاني حوالين بحيره ناصر، هل انت كنت ساعتها متخيل ان حد هيسمح لك انك تعمل ده؟ هو احنا كنا طالعين بقافله اجتماعيه ملهاش اي اهداف سياسيه ولا حزبيه ولا اي حاجه. قافله كانت رايحه عشان تعاين الارض، والمفترض ان النص الدستوري بيقول بمشاركه اهلها، معنى بمشاركه اهلها ان احنا نروح نشوف التنميه اللي هتتم في المنطقه دي فين وعشان خاطر ايه. الدستور اللي بيقول الكلام ده، فاحنا كل اللي كنا بنعمله ان احنا بنحاول ان احنا نتشارك مع الدوله في 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 تنفيذ الدستور، يعني مش اكتر من كده. طب ايه الحل اللي يرضيكوا دلوقتي؟ والله احنا بنطالب دلوقتي بوقف كراسات الشروط الخاصه بمشروع توشكا فرجوندي نمره 1 لحين الانتهاء من مشروع قانون هيئه تنميه وتعمير وتوطين اهالي النوبه، وبنطالب بتعديل القرار 444 سنه 2014 اللي هو الخاص بالمناطق المتاخمه للحدود بما يضمن رجوع القرى النوبيه محل هذا القرار بشكل لا يهدد الأمن القومي. نمرة 3 بنطالب الدولة بسرعة مناقشة مشروع الهيئة خلال فصل التشريع الحالي إن شاء الله. طبعا ده غير في مطالب تانية، بس دول الثلاث مطالب الرئيسيين. يعني المطالب دي لو اتنفذت كده المشكلة اتحلت؟ أكيد طبعا. ألف شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا.